عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رايحين عند ابو احمد تاني اهو من موقع الحدث اهو. هنركب عربية كرداسة هتوصلنا لحد اسم كرداسة ده الاخر عند الموقف، وهنتمشى حتة صغيرة ونخش جوه في السوق ونشوف ابو احمد واقف فين ونشوف التشكيل اللي عنده النهاردة. النهاردة السوق بتاع كرداسة الاثنين، يعني النهاردة الاثنين اهو. احنا قدام المدينة الجامعية وورانا الجامعة اهي، ورانا ايه كلية تجارة جامعة القاهرة، والعربيات بتاع كرداسة بتبقى واقفة هنا اهي قدام المدينة الجامعية. دي عربية كرداسة. معانا ام يوسف بقى بتقول لكم صباح الخير، حصلونا حصلونا. العربية هتتهز دلوقتي. نفس الكلمة. الطريق بتاعه حلو قوي، كله زراعه. اسمها ايه؟ وبص الفيلا حاجه، يعني فيلا بلاش حد شكلها حلو، حاجه تريح العين. يلا بنا يا رب. يا جماعه احنا دلوقتي في كرداسه، انا عايزه ابين لكم الاسم. بصوا الاسم هناك اهو، حتى سايبينه زي ما هو من ساعه الثوره، وهو محروق والله زي ما هو. الاسم بتاع كرداسه، ربنا يرحمنا ويرحم جميع المسلمين يا رب، يترحم على كل اللي ماتوا فيه، ربنا يرحمهم يا رب. من هنا بقى هنركب توك توك يودينا السوق من جوه. احنا كده وصلنا اهو عند ابو احمد اهو. اللوت ام دي انا لغايه دلوقتي لسه ما شفتش يا ابو احمد، دخلت من اول الشارع شفت اللوت ام دي عرفت انها بتاعتي. بس اخته قاعده اهي، خلاص يبقى هو ده الفرشه بتاعته. بس هو اكيد هو ده. اهو هناك اهو ابو احمد، هناك اهو يا جماعه لغايه دلوقتي لسه ما رحتلوش. شايفينه اهو هناك اهو، شايفينه بصوره من على بعد، لسه ما وريتلوش نفسي. شايفينه اهو الفرشه، بسم الله ما شاء الله. اللي على اليمين واللي على الشمال هنا اهي بتاعته، وحتى القماش اهو على الطبيعه متفصل، بس احنا بنتفرج قبل ما نروح نصور عنده. يعني في اهي فوط في الكيلو، وفي دفايات اهي، قماش ابيض ينفع للكنب، والفوطه اهي يا جماعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، الواحده ب 40 جنيه بس. جميله والله العظيم، جميله دي الفوطه اهي في الاول. الفوطه الثانيه اهي بشكل ثاني. ناخد البسكيل ده عصير كده ونقفل بقى ونروح لبحر. 10 ونص مصريه. 10 ونص. والله ده جميل قوي يا جماعه. بصوا يا جماعه احنا ده كده عند ابو احمد، بصوا الشكل ده، بسم الله ما شاء الله. النهارده يا جماعه جاب الثري دي بس، جايب الثري دي بس، ما جابش المحله ولا جاب الساده المصريه. 5 جايب كل الثري دي. 6 ما شاء الله. 7 ما شاء الله، اللون ده حلو قوي. 8 9 ابو احمد 10 حاجه ثانيه يا سكر. 10 ونص. 10 ونص ما شاء الله ما شاء الله. وبعدها 9 انا عاوز الاشكال. انا دلوقتي افرد لكم كل الاشكال دي، بس معلش بص الشكل والله العظيم روعه. هصور لكم دلوقتي كل الاشكال دي. وعندنا ابو احمد اهو كده 10 ونص اللي بعده، هات اللي بعده على طول. هي نفسها، هي نفسها. استنى لها استنى لها كام يا ماما؟ 78 ونص ال 10 بتثبت ولا ايه؟ 17 طيب لها يا بنت. طب خلص عايزها ما شاء الله ما شاء الله. 4 هي 78 ونص مش عارفه. يا جماعه بقى الاشكال دي الشكل ده حلو قوي، وفي اشكال حلوه قوي، والدنيا زحمه. واحنا هنا النهارده في حاجه ثانيه اللي بعد دي لما احنا على طول اثنين، وجايب كل الاشكال الثري دي. الدنيا تهدى بس واصور لكم كل شكل لوحده. بس الشكل اللي مدام ماسكاه هناك ده اقسم بالله الخامه ما لها حل. يلا حبيبتي يلا هبين لكم كل حاجه من على القرب. بس خلينا كده مع بعض دلوقتي ونشوف الاشكال كده اللي هو بيفردها. اه دي جميله. ونبقى واحمد اداني كده وريها لهم. بصوا يا جماعه الخامه والله العظيم جميله جميله على الحقيقه. كام يا ماما؟ بصوا الشكل. 4 ونص. 4 ونص. فين السابع؟ 3 جميله. 8 بسم الله الرحمن الرحيم. 5 اهو اول شكل اهو يا جماعه من السرير دي اللي عنده. اللي عاوز حاجه ياخدها سكرين شوت، لان في تواب قليله عنده فممكن تخلص في اي وقت. يلا يا استاذي
انت احمد صح؟ حاجه دعوه حلوه كمان يا اكرم. محمد عشان الاسامي. بص وادي شكل تاني اهو. ماشي هما كده شافوه اهو. انت تلحق تنجز معايا بقى معلش عشان هما يقدروا يشوفوا الاشكال كلها على الحقيقه. بصي جوه كل حاجه بنات. خلاص ما تشوفيش بقى اللي بره. ما بهزرش والله. شكلي فيه فراشات اهو. ماشي ماشي يا محمد. لا انا بسال وماشيه والله. عشان تنوري المكان حضرتك. بصوا في اشكال عنده كتير جدا من 3D. هو جايب 3D النهارده بس في السوق بتاع كرداس. مش عارف كل انا عايزه امشي. ماشي ماشي يا محمد. اللي عاوز حاجه يا جماعه ياخدها سكرين شوت ويسال عليها موجوده ولا لا عشان التواب بجد قليله. دي برده خامتها حلوه قوي تحس انها داخل لها قطن كده ناعمه وجميله. ماشي يا محمد. اللي جايه دي جامده 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 جامده. خدي يا نسر الروز في النبيتي. بصوا انا هوريها لكم كده من تحت لفوق. الروز في النبيتي تحفه. ماشي يا محمد. شوف بقى المقفول ده لو في منه مفتوح ورهوني بدل ما نفتحه. ايوه ما هو في منه اهو يا ابو احمد مفتوح. انا خدته من لقطه ابيض قبل كده. انا عيني وجعتني البس النضاره بقى عشان عيني وجعتني خالص. الشكل كده باين. ماشي يا محمد. الشكل باين اهو. ايوه هو الشكل ده اللي كان مقفول. الله ينور عليك يا محمد عشان كلهم يشوفوه. ماشي. لا ماليش دعوه محمد بقى عشان يخلص معايا عشان الراجل اصلا خلصان ما نامش. بصوا الشكل ده اهو حلو قوي 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 كمان. والورده يا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا يوسف اللي انت عاوزاه اهي. بصوا يا جماعه القلوب. بصوا انت بتعمل ايه يا محمد؟ القلوب اهي. بصوا قلوب. اه تعالى 4.5. اصبري بقى يصور معايا وبعد كده يقطع لي. اه ودي جميله والله يا جماعه اقسم بالله. يعني انا ما عايزه احلف كتير. الخامه بتاعتها جميله والشكل بتاعها روعه. الشكل بتاعها روعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الحاجه. والله راح الورشه ما شاء الله. النبيتي بقى اللي ورا السلم ده عشان يبقى ماشيين بالدور كده يا محمد. البجروس ده هنا في منه. بصوا بقى الشكل اللي هو هيفرده لنا ده ما شاء الله. برده ده خامته حلوه قوي. خامته حلوه. ده 3 دي اهو يا جماعه. بصوا 3 دي. ماشي ماشي يا محمد. الله ينور يا حوده. بص القلوب دي اهي اللي نزلها اخر مره في الفيديو. حلو علينا ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جميله مش الناس خلاص كنت في المنطقه. الله دي مكتوب عليها لف. دي مكتوب عليها لف. ماشي مكتوب عليها لف بديها لك لف. مكتوب عليها وانا مكتوبه ايه؟ 3 لف. انا عايزه من دي 4.5. يلا اجيب لك تقطع لي انت وانت واقف كده. اجيب لك عايزه 4.5. ايوه البادي الروز دي بقى معاك. افرد افرد دي يا محمد بقى. لا لا سيبها. طب دي لو في منها مفروض نفردها مع بعض. لا دي هتبقى مفيش منها مفروض. امال اللي سبتها صغيره صغيره. يمكن ربنا يكرم ويجيب زيها تاني. اه دي جميله. انا خدت منها دي يا جماعه حلوه قوي. كانت اخر شكل ده نزل. ماشي عايزه العروسه انت عارف العرايس بقى. دي وشها زي ظهرها كده مربعات. علمك علمك. ماشي ماشي يا حموش. ماشي حمرا اهي يا جماعه. ماشي. بص اللي جايه دي يا ما شاء الله تنفع لاوضه اطفال بقى. سرير كبير على حسب ما انت عاوز. بس الوانها جميله جدا. بس الوانها معلش بقى الشمس والظل كده جايين مع بعض. ماشي ماشي يا محمد. بصوا دي بس بتاع بس ما حاجه. ما تعرفيش بقى. بصي ما تعرفيش الارضيه بني ولا سودا. انا مش عارفه يا بني ولا سودا. بني صح. انا مش عارفه ليه حاسه انها سودا. ماشي ماشي يا محمد. بصوا اللي جايه بقى دي. لا اللي جايه دي يا اختي ما حدش يتكلم. لا اللي جايه دي يا بنتي اه. بصي اصبري. طيب جميل. انت بتسمعي؟ بصي دي جميله قوي 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 كمان. استني كده امسك خامتها. لا حلوه محمله اهي. محمله محمله يا جماعه والله.
توقعيني منها المره اللي فاتت. اه دي ورهاني اصلا من شويه، انت وريتاني في منها توب تاني لسه شايفينه مع بعض. ما عندوش منها علاقه. الاحمر اهو بقى اللي جنني ده وجنن الناس كلها. ياه ياه على شكله بعد ما اتفصل. جميل جدا 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 بصراحه. لا ما تقلقش هتحسبش اطرح. ايه رايكم؟ دي احنا شفناها مع بعض وانا خدت منها يعني حبه حلوين بصراحه، وجميله جدا في تفصيلها والشكل بتاعها طلع روعه. بصوا بقى اللون ده على لهو على جماله. جميل جميل جميل. اه ما هو لو جاب الساده كنت حطيت انا الماتشنج جنبيه، انما هو ما جابش الساده. الاصفر والفوشي والطوبي العنابي قصدي ده. منزل نقشه تاني. زي دي فيها موف. لا ان شاء الله هتبقى موجوده. انا هدور عليها دلوقتي هنشوفها. في شكل من ده كده فيها ورده موف، ده ورد عامل زي بوكيهات من هنا، والوش بتاعها ورولنا فيها ورده اكتر اهو شايفينها. دي على الحقيقه. ماشي يا حموشه يلا. بصوا ده، بصوا ده جميل قوي ده. انت هتورينا الباج على ماشي، ورينا اللي توريهولنا على مهلك على مهلك. ده فين دي حته قماشه باقيه؟ ده بقيت التوب، بس التوب قليل على فكره يا جماعه. بصوا التوب قليل، فممكن من جبال اللون فعلا. لو خدتوها سكرين شوت وما لقيتوهاش بقى معلش اعذرونا. بصوا شكلها يا نهار ابيض عليا. تيجي ناخد منها. شكلها حلو قوي. ناخد ما ناخدش ليه؟ والله ناخد منها صحيح. تبقى فلات. البجعه 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 البجعه. ايوه يبدو له البجعه. اقول لها ايه؟ بتدلع البجعه. جميله. انا اشتغلت منها برده دي حلوه. ماشي يا محمد. هي حلوه قوي اللي فيها موف دي. يا نهار ابيض. ايوه دي بقى خامتها. امسك الخامه كده. يا نهار ابيض على الخامه وجمالها. محمله محمله وناعمه ما مش عارفه اوصفها اقسم بالله. والماتشنج بتاعها كذا لون. كذا لون، بس هو ما جابش الساده. والله كنت حطيت لهم الساده جنبيها كانوا اشتغلوا على اساسه، بس يلا بقى الله يسامحه بقى. في احمر اهو. انا بصوا اصور لكم واحده واحده زي ما احنا متفقين على الاسعار. المتر ب20 يا جماعه 3D. الموف البتاع اللي عاجبه ام يسر حبيبتي حبيبتي دي اللي عاجباها. جميله حلوه قوي. الناس اللي بيحب بقى الالوان الفاقعه زي حالاتي. لا بس جميله لون فوشيا. فوشيا فوشيا يعني فوشيا فابيض. جميله. ماشي يا محمد. اللي احنا صورناه قبل كده بلاش تفرده، يعني الاحمر اللي جاي ده احنا صورناه قبل كده فبلاش تفرده. النهارده جايب كل تشكيل الثري دي يا جماعه في السوق بتاع كرداس، كل التشكيل بتاع الثري دي. وبرده دي جميله، دي جميله. طنط طنط الله يديك الصحه. طنط. لا والله ماشي شكلها حلو جميله. نخلي الاطفال مع بعض ولا عادي؟ ماشي عادي يلا ماشي. الناحيه الثانيه عشان ما شاء الله. الرسمه بسم الله ما شاء الله. جميلة. رسمه جميله قوي. واللون زي بس عشان يبقى في مصداقيه والنبي امسك القماش عشان انا عينهم ما شاء الله. لا 3D محمل محمل اهو 3D. يلا سيب. احنا اتفقنا ال 3D ب 20 جنيه يا جماعه، وان بينزل 2 جنيه لكل المحافظات. شحن حلو. دي مفيش منها مفتوح؟ مفتوح هنا اهي عشان ما تفتحش ولا نتعبك. ماشي يا محمد. انجز انجز عشان لسه ما حولناش لبقيه القماش. ها يعني ما شاء الله في شكل تاني اهو. المربعات دي اشكال كتيره تعملي على الماتشنج كتير قوي. حلو 400. دي في منها توب تاني. هي توبها صغير اهو بس في منها توب تاني. بطمنكم. انما اللي توبها صغير ومفيش منها توب فبقول لكم. ماشي ماشي يا محمد. الحمراء هي اللي عجباني برضو في تايجر، جميله قوي وخامتها حلوه قوي برضو على الحقيقه. هات 40 جنيه بس. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي يا محمد. ماشي يا محمد. الأطفال دي لو في منها مفتوح ماشي، مفيش منها مفتوح افتحها. لا مفيش منها مفتوح. هو جاله طوب منها صغيرة.
اقلبها يا حود. تسلم ايدك. الارقام تحت انا تايه. تسلم ايدك. جميله. ايه الجمال ده؟ ايه البنوته العسله دي؟ ما شاء الله. يلا محمد. 10 بنتها. ما شاء الله. بتاعت مين؟ انت مش عايز تفردها، مش قادر تشيل التوب، خلاص انت خلاص. في منها؟ احنا عرضنا منها اصلا؟ اه بصي رزن بامبا بامبا. ايه الجمال ده يا ابني ده؟ بس ده بوشها بس. لا اعدل بقى. اقلب بقى. ايوه ده وشها بس اهو. ورينا العين الزرقاء. روز اهي بص بص. اه روز وعينيها زرقاء. انا بقول لكم من شرح. ايه ده يا جماعه؟ 3 دي 3 دي يعني. طيب منها حد طلب منها طيب؟ دي اللي قطعت منها دي، دي جميله. لا انا قرفت ميكي. لا والله انا بحب ميكي، انا بحب بابا ميكي قوي. بصوا يا جماعه دي انا قطعت منها واحط معاها الماتشنج الاصفر ده. حلو قوي. لو ده في منه خلاص. حلو. ماشي يا محمد. اللي عندها المنقوش دي حاجه دلوقتي. اه دي برده الالوان بتاعتها جميله. جميلة حلوة قوي جعل حقيقة. معلش يا محمد انا تعبتك بس والله عشان اوريهم التشكيل كله. اعمل ايه؟ كله عايز يشوف التشكيلة على الحقيقة. عايزيني بصور لكم اهو على الطبيعة ومن قلب الحدث. ماشي يا محمد. ما شاء الله. هي دي نفس اللي فاتت؟ شكل تاني؟ بس اللونين واحد. ماشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حلو ماشي. حلوة قوي دي، رقيقة وجميلة، رقيقة جدا كمان. يعني اللي عندها شباب تاخد منها رقيقة. أطفالي يا أطفالي ماشي، وبرضه شباب أهي رقيقة أهي، معلقاش إلا دبدوبة. يعني ايه مش شباب شباب يعني 15 10 سنين؟ ما هم بيبقوا شباب برضه. حلو قوي دي. اه دي اللي بوشها اهي، دي اللي بوشها وشفناها مع بعض. اه الثانيه كانت لابسه فستانها جاهز، دي واقفه في الشباك. بص يا محمد والنبي او ناولني القماشه معلش. اه بصوا محمله يعني عشان بس ايه. لا بجد لا شكلها جميل. هي جميله. لا والهلال كمان والنجم بقول لك كان رمضان. رمضان جانا خلص والحمد لله، ربنا يسهل بقى يجي احسن السنه الجايه ان شاء الله. كورونا مشيت ان شاء الله باذن الله. بس يا جماعه الشكل ده هو وراه لنا ده. آه لون فاتح، اللون اللي هنا ده لون فاتح عشان ما حدش يجي يكمل من بقيه القماش. انا هقرب لكم بقى، استنى محمد والنبي. يعني ده لون زهري قوي، ده لون افتح منه شويه. والاصفر 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 برده نفس الكلام. اه الاصفر هناك فرق. ده قادح قوي، ده هادي، ده مدي اصفر على الليموني شويه، وده اصفر اصفر عشان ما حدش يجي بقى يقول لك اقطع من القماش ده نفس اللون ويروح يلاقي الالوان مختلفه. فركزوا في الحته دي بالله عليكم يعني. الشكل من هنا الشكل. الله ده هنا واقفين كده مع بعض، اديني الظهر تاني بقى. وهنا يعني متفرقين. حلو قوي. ونص ونص، نص احمر وفيها نص اصفر. يلا جيني خليتك ترص البضاعه تمام اهو. مش وقت اكل ده يا عم محمد. بص اهو محمد اهو يا جماعه، خلصان خلصان يعني. دورة هي انا يا مدام، دورة هي اللي انت بتسالي عليها. دورة هي. هات بدايته، هات بدايته يلا. على ما تشد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه اقسم بالله. استنى يا محمد، ده انا بحسبه ايه وانتوا في الصوره؟ بحسب حد مفصله. اتاري طلع فيها كنار كده مربعات. وادي الشكل. افرش يا محمد، انا لسه ما صورتش. انت بتكروت يا عم محمد. عايز اوريهم الشكل. دورة راحه المدرسه، ده الظهر اهو. لا ادينا دورة راحه المدرسه الوش بتاعها عشان الناس تشوف الشكل والخامه على من على القرب. بص الشكل بتاعها اهو عم محمد اهو. بغيظه عشان مش عايز اتصور اصلا. بس الخامه بتاعتها جميله. لا جميله يا جماعه والله. خدوا سكرين شوت من جاست اهو، خدوا سكرين شوت اللي انتوا عاوزينه. هو يقول لكم موجود ولا مش موجود عشان من كتر الضغط الحاجه بتخلص. انا قلت اهو الشكل ده انا واخده منه ده، قرب يخلص اهو. تعالي ما جبتوش منه تاني صح؟ هو اخر توب والله. اخر توب؟
الحمد لله اخدت منه لانه شكله جميل قوي يا جماعه وخامته حلوه وناوي يعمل فيه شكل جديد جدا يعني جديد محدش هيعمله قبل كده يعني ان شاء الله باذن الله ربنا المستعان بس ادعوا لي حلو قوي اللبني ده بتسال على الاولاد بصي دي تنفع اولادي عشان لونها لبني عندي مين انا جاي قلت ان كل ده تبع ابو احمد اليمين والشمال يلا قلت ماشي اديني الوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السنه ما شاء الله حلوه يلا اديني بقى انجز اهو انجز انت بس وهات اللي على الارض كده عشان الناس ايه بسم الله ما شاء الله حلو حلو بس اديني الوش معلش بعد اذنك يا محمد اهو الفيديو ده يا جماعه معلش لو لقيته طويل شويه بس انا كده جايبه لكم التشكيل كله على الطبيعه ماشي التشكيل كله على الطبيعه قول هم كده كده اللي عايزه وماشي هيفضل يتفرج الشكل اهو اللي بقى الشكل اقلب الشكل انا لفينا الشكل عشان حلو قوي ده للاطفال برده ماشي ماشي يا عم محمد الله ينور والله العظيم لا قطع نفسك النهارده ماشي سهله يا جماعه ماشي سهله سهل سهل شفت قطعت نفسك من اقل حاجه الواد وقع لا 3G لا لا 3G والله العظيم مصوره اهو 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 اقلب بقى يلا ده في منها اللون الجنزاري ده وكان في منها اللون احمر احنا لسه مصورينه طب انا بصور بعد بصور انا اخد ولدي مع بعض احنا قاعدين مع بعض ما تقلقيش هفهم منك كل اللي انت عايزه تقوليه انا معاك ماشي يا عم محمد مش هو الطوب التقيل مش قادر انت فرقته قبل كده ماشي يا عم محمد ميكي اهو تاني ما تفرد الميكي ده انت ما فردتوش ما فردتوش يا محمد اللحم يا راجل ما فردتوش يلا ايه شايف بقى ايه من صوره ده اليوتيوب يا نهار ابيض خلص يا محمد خلص اليوتيوب حسستني ان انا من كاراتي فيه افرد يا محمد خلينا ننجز اهو يا جماعه يلا محمد مفيش اي هوا خالص سادة محلة ولا سادة مصرية ولا منقوش مصرية كل اللي جايبه النهاردة التشكيل في السوق 3D ما انا شفتها قبل كده هما كل في ناس عملت منها معاها اللون الاحمر وفي ناس عملت معاها اللون الاصفر دورة تانية اهي دورة تانية اهي يا نهار ابيض على جمال جان عايزة اطلع ورا شوية عشان اشوف جمالها يا ما شاء الله ده ظهرها يا جماعة وريني بقى محمد وشها ما شاء الله جميلة قوي غير الشكل اللي احنا شفناه مع بعض والخامة بتاعتها جميلة يا جماعة حلوة ماشي يا محمد دي كده شكلين دور اهو اللي جاي ده بوه بول الازرق في الاصفر ده بول في الازرق في الاصفر ده اخر السريجي يعني الباقي مصريه ما انا قلت له انت جبت مصريه ماشي يبقى جايب مصريه منقوشه اهو ماشي ده كده اخر السريجي بصوا يا جماعه احنا كده دخلنا على المصريه المنقوش انا عايزه اوريكم الشكل والله انا واخده من دي والله والله انا واخده من دي انا واخده منها واخده منها الرز واختي واخده منها الموف السوج الموف واجي الرز اللي انا واخده منها اهي والله خامتها في منتهى الجمال بصوا جميله 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 تسلم ايدك يا محمد ماشي كل ده المصريه المنقوش بس سيب دول زي ما هم دي اللي عايزه تتك لا يا حلو احنا معلمين كل ده احنا في المصريه منقوش 17 صح ماشي حط لكم الاسعار في صندوق الوصف حط لكم الارقام التليفون في صندوق الوصف وبالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو يحط لايك ويشترك في القناه عشان الواحد تعب بجد موضوع القماش ده
يعني، ويا ريت لايك يعني، اعملوا لايك على قد ما تقدروا عشان الفيديو يترفع واكبر عدد يشوفه. هينفعكم والله هينفعكم بجد. في الاسعار فلوس في ايه؟ لما ربنا يكرم بقى ان شاء الله. يا ابني جميلة قوي ده. انا بقى نجيب حودة. ده حودة ايه؟ وصلني بتاع ابو احمد ده حبيبي، ده العسولة ده. افردوا تاني يا حودة كده بالله عليك، اوريه لهم بس يمين وشمال. حلو قوي ده يا جماعة. بصوا خامته حلوة ومصرية. ده مصرية اهو، خامته حلوة اهو. ده مصرية يا ابو احمد. ابو احمد لا ده ما صورتوش يا محمود، ده صورته استاذه كانت بتاخد منه وقلت ان هو شكله حلو. انا عايزه بقى اوريه لهم من على قرب. طلع مصريه، اتفضلوا شكله عامل ازاي. مصريه ورخامه جميله والله العظيم، رخامه جميله. الناس بتعمل منه كتير قوي. حلو ماشي يا حودة. ده رايت ان وشي خلص قد ايه؟ ايوه ما انت جيت واخر، انت ما شفتش الناس كانت بتاخد منه ازاي الصبح؟ ممكن معلش تيجي كده بعد اذنك؟ الله جميل، دي مصريه برضو يا جماعه. ماشي يا حودة اتفضلي يا حبيبتي. الحته دي فاضيه رص فيها. ماشي يا حودة. هي خلاص فاضل تومين بس. ابو خلص كل الالوان اللي عنده في المصريه. كل الشكل ده مصريه برضو اهو، الكنار من تحت اهو. اهو الشكل ده مصري. اهو الطبعا ما شاء الله. حلو المربعات ده برضو، وريني الخامه كده. انت ابوك ده يخلينا نتهبل ونضحك على الحمى اللي هو بيجيبها لي. جميل جميل جميل. انت بس ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ده 3 دي ده كان يوم خلاص عشان الزحمه. دي مصريه، ودي المصريه هي مربعات. الاطفال دي تبعكم؟ ودي المصريه مربعات اهي. ودي اطفال اهي مصريه. اطفال اهي مصريه. وريني الوش، وريني الوش. يا مدام لا صورتها في المصريه بس هو لون تاني، ده لون روز اهو، وفي منه اللون اللي على لبني اهو. المدام اللي ماسكاه اهو روز اهو، اهو الروز اهو. يخرب بيت يا عم اللقطات. انت بكام ده؟ بكام المال؟ وريني يا محمود اللي بعده. بقول لك بكام الدفاع ده؟ ده جميل قوي برضه، صورته لكم وانا في كفر طرمس. والله العظيم القماشه وهو بيعملها يعني بيلفها. استنى يا محمود كده اوريهم القماشه من على قرب. والله العظيم يعني هي جميله جميله، حلوه هي. الشكل بتاعها حلو قوي. وريني كده اخر المصريه ايه؟ اخر المصريه ده يا محمود؟ اخر المصريه ده؟ خلاص يبقى كده كده في منها اللون اللبني ده وفي منها اللون ده الاصفر، ونفس الشكل اللي تحت ده ونفس الشكل اللي هنا. دي 3 دي، احنا صورنا كل 3 دي. اه صورنا كل. احنا هنا يا جماعه قربنا نخلص الجوله. احنا تقريبا خلصنا الجوله وخلصنا كل القماش اللي عند ابو احمد، التشكيل كله اهو وريته لكم 3 دي. فاحنا كده يا ريت اكون وفيت معاكم في التصوير مع القماش. ودلوقتي بقى هنحول على الناحيه الثانيه بقى من الجنب الثاني ده الفوط، وبرده الفرشه بتاعته يمين وشمال. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. من اول الشارع واخد يمين وشمال فوط ودفايات وقماش ملايات. احنا هنا يا جماعه هنقفل معاكم الفيديو عند ابو احمد في القماش. مين هنا يا جماعه اشترى من عند ابو احمد قماش ويقولش ادت حقه قدام الناس كلها؟ حلو القماش ولا لا؟ حلو جميل. هي مش عايزه تبان. انشغاله معاه؟ شغالين معاه بقالنا يجي 5 سنين. طيب والقماش بالله عليكي؟ من المتر كان بتسعة جنيه. يا نهار ابيض، ده من زمان قوي. عشان كده هتطمعي الناس. ده من زمان. يعني بقالك كتير شغاله معاه في القماش. طب والقماش المره دي اللي هو عرضه ب 20 3 دي؟ لا حلو. حلو؟ وخدتي منه؟ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. خدنا مصري وخدنا 3 دي. ما شاء الله، ربنا يحسن لك سوق. ربنا يحسن لك سوق. ربنا يحسن لك سوق. اهو يا جماعه انا مش متفقه مع حد، ده هي واحده هي يعني شغاله معاه من زمن، بتجيب منه القماش من زمن اهو، وقالت ان القماش عنده حلو وخدت منه المصريه. انا واقفه اهو الصوره على المصريه، وخدت منه ال 3 دي. ومعلش لو الفيديو فيه اصوات كتيره لان انا واقفه في سوق والدنيا زحمه عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من هنا يا جماعه احنا خلصنا الجوله بتاعتنا النهارده من عند ابو احمد في السوق النهارده الاثنين. بصوا الاسم ورايا اهو، ده الاسم بتاع كرداسه. بص شكله عامل ازاي من ساعه الثوره.
زي ما هو ما اتغيرش بنفس الحرق اللي فيه بنفس ضرب الرصاص اللي فيه. انا لو قربت الكاميرا شويه اشوف فيه ضرب رصاص مترشق في الجدران بتاع المبنى. يلا الحمد لله رب العالمين. المهم ان احنا وصلنا كده عند عربيات. بصوا اللي ورايا دي عربيات بتروح الجيزه هتوصلنا مطرح ما احنا كنا بنركب من عند كليه التجاره. وبعد كده بقى كل واحد يروح بيته بالسلامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.